مرحبا بالجميع وصفات طبيعية أم فارس واليوم حعمل معاكم أروع ماسك بجد يا بنات ماسك صاروخ من أول استعمال بياض وترطيب ونضارة للبشرة يا سلام أنا جربته شخصيا والله العظيم أنا انبهرت من هذا الماسك بجد يا بنات كتير رائع كملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا على المكونات ما تنسوا حبيباتي اللي مع عندي اشتراك في القناة تعمل عندي اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد في جديد وما تنسوا حبيباتي لايك ويلا نتعرفوا على المكونات عندنا حبيباتي جيل الصبار واللي عندها جيل الصبار الطبيعي تضيفوا في هاي الوصفة حتاخدوا معلقة كبيرة من جيل الصبار طريقة الاستعمال يا بنات حتغسلوا بشرتكم قبل وبعدين بتحطوا هاي الوصفة وتخليوها لما تجف بعد ما تجف يا بنات بتغسلوها بالمية والصابون عندنا تاني مكون هو الكركم جيبوا الكركم البلدي معلقة صغيرة من الكركم البلدي وحتاخدوا شوية من معجون الأسنان بعد ما تحطوا هاي الوصفة يا بنات خليوها تجف في بشرتكم وبعدين بتغسلوها بحركة دائرية بالمية الباردة والصابون وما تنسوا حبيباتي الترطيب بعد هاي الوصفة حنجيب مثلث من الجبنة اي جبن عندكم في البيت اعملوه هتخلطوا حبيباتي المكون جيد جيد لغايه ما يصبح شكله شكل الكريمه لازم تخلطوا هاي الوصفه جيد يا بنات لغايه ما يندمج كل المكونات مع بعض وبعدين بتحطوها في البشره زي ما قلت لكم تكون نظيفه البشره بعد ما تجف يا بنات بتقوموا تغسلوها بالميه البارده والصابون المفضل عندكم وبعدين تعملوا اي ترطيب اللي موجود عندكم في البيت سواء كريم او زيوت وبتمنى يا بنات يعجبكم هذا الماسك وما تنسوني من لايكاتكم الجميله وما تنسوا تشيروا هذا الفيديو على الاصدقاء واللي ما عمل عندي اشتراك في القناه تعمل عندي اشتراك في القناه فضلا وليس امرا وبقول لكم باي باي مع السلامه وانتظروني الفيديو القادم ان شاء الله